كنت تبني تشطب ناوي تسوي صيانة، هذا الإعلان لا تعمل له سكيب، في فائدة قوية إلك. مصنع لمعة الجزيرة، هذا المكان أنا غطيته من قبل، من المصنع إلى المنزل، ودائما الأشياء اللي تطلع من المصنع إلى المنزل يكون سعرها أقل. صار شايفين الألواح الرخامية هذه، هذه تجي من الخارج، يجوا هنا يصنعوا منها مغاسل، يصنعوا منها طاولات، يصنعوا منها أشكال كثيرة. لما تقول لي منتج إلك وللعمر أقول لك هذا المنتج، المغسلة الرخامية هي اللي تدوم بعكس الخشبية أو الألمنيوم أو الأشياء المصنعة. مصنع لمعة الجزيرة هنا تقدر تختار اللون وتختار الموديل، مثل هذا الآن الموديل هذا رخام طبيعي عماني، سعر المتر 1150 ريال، والآن عاملين عليهم خصومات تصل إلين 20%. هذه الآن عليها كم؟ عليها 15%. سعر المتر الطولي كم؟ سعر المتر 1150 ريال، وعليه 15% يعني راح يكون 1000 ريال، يعني لو اعتبرنا هذه تقريبا مترين راح يكون سعر المتر بعد الخصم ب 1000 ريال، طبعا من غير الخلاط. طبعا هذه الأسعار شاملة الضريبة، شاملة التوصيل، شاملة التركيب عندك بالبيت. فخامة، شوفوا الجمال. طبعا هذا الرخام فولكس يوناني، شوفوا كيف جمال الرخام الطبيعي، شوفوا كيف الحفرات، شوفوا كيف البرامات، شوفوا كيف جودة العمل. ومنتج إلك وللزمن يا حبيبي. طبعا مثل هذه سعر المتر الطولي ب 1600 ريال، هذول عليهم خصم 20%، يعني تطلع بعد الخصم ب 1280 ريال. تخيلين يا جماعة، يعني هذه الآن لو اعتبرتها مترين، 1280 و 1280 كم تطلع؟ يعني تطلع علينا ب 2560 ريال. مغسلة حوضين، طبعا يشمل الجزء العلوي والجزء اللي بالأسفل بالإضافة إلى هذه، يعني أي رخام هنا يكون داخل بالعرض، طبعا من غير الخلاطات ومن غير المغاسل اللي هو الحوض. ندخل على مغسلة أخرى إكسترا جري، هذا رخام تركي، شوفوا اللون الحلو، طبعا متفردين باللون هذا هم، يعني فقط راح تلقون هذا اللون وهذه الخامة موجودة عند لمعة الجزيرة. سعر المتر 1600 ريال، المتر الطولي طبعا يحسب الجزء السفلي مع هذا الجزء، وحاليا عليه 15%، يعني يطلع سعر المتر 1400 ريال. شوفوا كيف جماله، تميز الفيلا، تبغى تميز الشركة، تبغى تميز المقهى، المشروع التجاري حقك، صنع لك طاولات من لمعة الجزيرة، تختار الرخام وتختار القاعدة وأي موديل تبغاه ينفذوه، عندهم موديلات كثيرة، حبيت جولد، حبيت سيلفر، عندهم خيارات كثيرة، الأرجل حديد مع السطح الرخامي، شوفوا جمالها. فخامة، شوفوا الجمال، تحفة فنية، طاولة السطح رخامي والأرجل حديد، وتحكم بلون الأرجل وحركتها، طبعا هنا الحركة جاية مودرن جميلة جدا، حبيته باللون الأسود، حبيته خشبي، حبيته اللون اللي تبغوه. شوفوا كيف جمال الرخام، طاولة طعام، كونتر عندك بشركة، استقبال، أي شيء ينفذوه، وعليهم الآن خصم 20%. طبعا متوفر عدة ألوان للرخام، طبعا هذا رخام طبيعي، ولو حبيته رخام صناعي هم موجود. شوفوا كيف حركة التعريقة، شوفوا الجمال، كيف سعرها؟ طبعا هذه مقاسها مترين ونص في متر وعشرة تقريبا، صحيح؟ مثل هذه تقريبا سعرها برا ب 8000 10000 ريال، هنا سعرها ب 5000 ريال وعليها 20% للمتابعين محمد ضامن، يعني تكون ب 4000 ريال. شامله التوصيل والتركيب الى عند باب بيتك. هذه من الموديلات الجديده والهبات الجديده. هذا الرخام ترفنتينو تركي، ايضا راح يكون عليه خصم 20%. شوفوا الفخامه. تحفه فنيه ما شاء الله تبارك الله. الرخام الطبيعي الاونكس، هذا اللي يتخلله الضوء. تحطون بالخلف إضاءة، شوفوا من قرب. طبعا كاميرا الجوال تظلم هالجمال، تعالوا شوفوا هنا بالمعرض على الطبيعة، ما شاء الله تبارك الله، فخامة. اللي تشوفوا هذا تصنيعهم، كل هذا رخام طبيعي ورخام صناعي. شوفوا جمال الألواح الرخامية، هذا رخام طبيعي، هذا إيطالي وهذا تركي، شوفوا الجمال، وهذا إيطالي، وهذه الألواح صناعية والباقي هذا كله طبيعي. طبعا الخصومات من 10% إلى 20%. الصالات الكبيرة، المجالس، شوفوا كيف الفخامة. طبعا هذا رخام طبيعي يوناني، جابوه وقصصوه وسووه بنفس الشكل هذا، شوفوا شوفوا كيف من قرب، الله والجمال، شوفوا كيف. طبعا هذا راح يكون عليه خصم 15%، طبعا متوفر منه 400 متر. فخامة هالمغسلة، طبعا هذا روز برتغالي، رخام طبيعي، شوفوا كيف من قرب، شوفوا الحفرات والنقشات. طبعا مثل هذه سعر المتر 1450 وعليه 15%، يعني يطلع ب 1250 ريال.
شوفوا الجمال، شوفوا التعرقات الجميلة حق الرخام، تحفة ما شاء الله تبارك الله. الميزة في الشيء اللي تفصله غير الجاهز، هنا تتحكم في لون الرخام، في التعريقة، في طريقة الديزاين. شوفوا كيف الحوض هنا الشلال مثل هذه. الآن سعر المتر 1500 ريال، المتر يشمل القطعة اللي فوق والقطعة اللي تحت، بالإضافة إلى القطعة هذه أيضا عليها 20%، يعني الآن راح يكون سعرها 1200 ريال للمتر الطولي. هنا قطع جاهزة أوتلت، يعني مو تفصيل، هم فصلوها وخلوها بالعرض بس جديدة للي حاب ياخذ قطع مخفضة عليها 50%، يعني هذه الآن سعر المتر الطولي 1500 راح تكون ب 750 للمتر الطولي. هذا الموديل راح يكون عليه خصم 50%، سعر المتر 1500 راح يكون ب 750. هذه من القطع الجاهزة للبيع عليها 50%، سعر المتر 1150 يعني راح يكون ب 575 ريال بس. فرصة إذا كان عندك مكان بالبيت بهذا الحجم، تعالوا خذها وشوفوا ديزاينها حلو. هذا موقع مصنع لمعة الجزيرة، فقط اكتبون بجوجل مصنع لمعة الجزيرة ويجيب لكم، والله هذه الخصومات تصل إلين 20%. طبعا موقعهم موجودين بالنابية، هذا شارع 15، وهذا كبري النابية سيهات، طريق الظهران الجبيل، تجون هنا على طول مصنع لمعة الجزيرة. راح أحط لكم الآن رقم الجوال على الشاشة لو حبيتون تأخذون الموقع.